خلينا نروح للصحف الإماراتية ونشوف الصحف الإماراتية قالت إيه على فوز النادي الأهلي على العين الإماراتي بعد مباراة امبارح. عنوان بقى الصحف كده الإماراتية، نبدأ كده بصحيفة الاتحاد الإماراتية، قالت العين يودع كأس القارات للأندية أمام النادي الأهلي المصري بثلاثية. بينما قالت صحيفة البيان الإماراتية في عنوانها الصادر بعد اللقاء صعد إلى نصف النهائي بطولة إنتر كونتيننتال الأهلي المصري بطلا لكأس آسيا أفريقيا والمحيط الهادي بثلاثية في مرمى العين. وقالت صحيفة الخليج الإماراتية على حساب العين الأهلي المصري بطل أفريقيا وأسيا والمحيط الهادي. بينما قالت صحيفة الإمارات اليوم في عنوانها العين يودع كأس القارات للأندية أمام الأهلي المصري. الأهلي إنجاز كبير، لو قعدنا حلقات وحلقات نتكلم على أهمية الإنجاز ده مش هنديله حقه، إنجاز كبير. ونتمنى الأهلي إن شاء الله كمان في ديسمبر يواصل الإنجاز ويكون قوة كبيرة جدا وحاجة تحترم للكرة المصرية والكرة الأفريقية.